السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، كانت بروس وود فيديو دوت قناة. إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس فيجوال باستعمال فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي تعمل أو إزاي تشغل ملف أوديو من الكمبيوتر بتاعك. موضوع سهل جدا يا جماعة، عبارة بس عن 3 أو 4 أسطر كودية بس، سهلة جدا. إحنا عملنا هنا زر، سحبناه هنا وحطيناه هنا، خش كده على الكود بتاعنا. بنعمل كام من اوبن فايل ديالوج اسمه اوبن. طبعا انت ممكن تعمله بالكود كده عادي، يعني مش شرط مثلا انت تحطه وتحطه هنا، لا احنا عملناه كده يدوي كده هنا. جي سي نيو اوبن فايل ديالوج. بعد كده بنعمل شو ديالوج. في مكتبه في السيستم ميديا ساوند اسمها ساوند بلاير، تكتب سيستم بعد كده ميديا بعد كده ساوند بلاير. الكاب دي عامه الكاب، تاخد منها كان ساوند، بنقول برده بتساوي جي سي نيو سيستم ميديا ساوند بلاير. بننزل تحت هنا، بنقول هنا ساوند، الساوند لوكيشن بتاعنا اللي هو ساوند لوكيشن او موقع الملف الصوت ده على الكمبيوتر فين، هنقوله اوبن في الاوبن فايل نيم اللي احنا في الاوبن اللي هو الاوبن فايل ديالوج دي. فهو بياخد فيها كان اسمه فايل نيم او متغير اسمه فايل نيم، ده اللي فيه البث اللي احنا اخترناه. بعد كده ايه احنا بنقوله هنا لود سيس ساوند لود، خد بالك. ممكن انت ايه يعني لازم يكون يا جماعه الملف ده اللي هو ملف الساوند ده يكون بامتداد واف WAV عشان يشتغل. بعد كده نقول له لود، يعني هو كده بيجيب الملف الصوتي. عندك هنا في طريقتين لتشغيل الملف الصوتي، في بلاي اسينك وفي بلاي بس. بلاي اسينك دي بتستنى لغايه ما مع يعني انت بتشغل الملف خلاص، هو الاغنيه مثلا بتشتغل دلوقتي، البرنامج كله بيقف، مش البرنامج، الواجهه اللي انت شغال عليها بتقف لغايه ما البتاع ده لغايه ما البتاع ده يخلص، الملف الصوتي ده يخلص. لكن بلاي بتشغله في البلاي في البلاي جراوند عادي. تعالى كده نمرن بس الاول، بس ايه نشيل كده التعليق. ساوند بلاي اسينك يا جماعه هي بتشغل بس بتستنى لغايه ما الملف الصوتي ده يخلص. لوكال ونس اند بجر يس. استنى كده شويه هنا كده، بعد كده ندوس على الملف بتاعنا، افتح لنا اهي. تعالى مثلا نختار مثلا اغنية مايكل جاكسون وزيت مثلا، او ازيت دوت ويب اوبن. بس استنى بس يا جماعة، بس في الأول الأغنية بس كده بتبقى صوتها واطي، أنا هسمعها دلوقتي بس لما يعلى شوية. زي ما انتوا شايفين يا جماعه الاغنيه اشتغلت عادي زي طبيعي. بعد كده نقفل خلاص كده. لا مش هقدر اشغلها كلها ان حقوق الزفت الطبع والنشر دي. طبعا عندك برضو ايه في الساوند، برضو في الملف الساوند بتاعتك في داله بتوقف اسمها ستوب. ستوب اهي دي بتوقف البتاع ده الاغنيه. ممكن انت بقى مثلا لو المستخدم مثلا اختار اغنية تانية او اختار حاجة تانية غير البتاع ده. طبعا يا جماعة زي ما انا قلت لكم ان ما ينفعش ان انت تحط ملف غير البتاع ده غير بامتداد دوت واف. طب ايه يحصل مثلا لو المستخدم بتاعنا دخل مثلا ملف صوتي غير واف، ايه اللي يحصل؟ هيرمي لنا اكسبشن. فانا عشان نحل المشكلة دي هنقول تراي وكاتش، هنستخدم تراي وكاتش نحط هنا. طبعا هي المشكلة تبقى هنا في الساوند بلاي، بس انا بحطها هنا برضو عشان ايه ما يحصلش اي اخطاء. فغالبا الخطا يعني بيكون ايه، يعني انت مثلا ممكن تستخدم الاي اكس دي اي اكس توس دوت تو سترينج عشان تطلع له الخطا باكمله بقى كده. بس انا مثلا اقول له ايه مثلا بليز انتر اوديو دوت ويب مثلا، خد بالك. تعالى كده نمرن يس، تحط له اكسبشن هنا اي اكس عشان ده اللي احنا هنستخدمه. ممكن تستخدمه بقى ممكن تستخدموش براحتك خالص، مش مفيش اي مشاكل. تعالى كده ايه نختار دي مثلا، اولا نختار مثلا اي ملف صوتي مثلا، نقول مثلا ده طبعا دوت ام بي 4 اوبن بليز انتر اوديو دوت واف، نقول له اوكي. بس هو ده كان درس النهارده يا جماعه. اركو ان كنت ان انا عجبكم، لو عجبك دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك. ولا ما عجبكش ليه؟ عن اي استفسار عن اي حاجه سيب تعليق تحت الفيديو ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.